Soyez les bienvenus sur ma chaîne, le jardin de Tita. Donc aujourd'hui, je viens avec vous pour une recette, les madeleines. Donc là, on a besoin de 4 œufs. On a besoin un pot de yaourt de goût vanille. Elle est là, comme vous voyez. Sur le même pot, on va mesurer 4 pots de farine et 2 pots de sucre et un pot d'huile. Je répète, donc nous ربع حبات بيض نحتاجو البو القوطي تاع ياغورت غو فاني بنفس القوطي اللي عبرنا به غادي نعبر تاع الياغورت غادي نعبروا به اربعه تاع اربع قواطه تاع فرينه وقوطي تاع كما راكم تشوفوا هنا قوطي راه عندي معمر تاع زيت ومعها لا ليفور هنا نحتاجو 16 غرام دونك هذه فيها 11 غرام مش عارفه راهي تبان لكم ولا لا دونك كما راكم تشوفوا 11 غرام زدت معاها شويه باش نقفل 16 غرام دونك هذه بريسك راهي خاويه شوفوا البنات ما فيهاش بزاف فيها غير شويه فوالا نحتاجو القشور تاع التشينه ونبدا ان شاء الله على بركه الله دونك هنا البنات غادي نبداو على بركه الله كلش المقادير نورمالمون تكون على حساب غرفه حراره غرفه المطبخ دونك هنا نبداو بالبيض عندنا ربع حبات بيض On va ajouter zouj roulab ta sucre les comptes arbitrants donc deux pots de sucre que je l'ai mesuré avec le même pot de yaourt on va mélanger un petit peu et on se verra après donc là on a fait le choco ça arrête le rayon qui m'a le compte choco on a rien radisé de là زيت وغادي نزيد سكر سكر فاني اي جو اجوتي لو زيست دو Voilà, je vais ajouter aussi un petit peu pincé de sel. On a oublié et je vais mélanger bien comme il faut. On a bien. Maintenant, on va préparer le sel. Voilà. C'est d'aff, le hajm tiraa. On va mettre là. Donc, la farine. Donc la farine, on a dit 4 pots de farine. Raba, roulab, ta farine. Hajm roulbat, n'aoudha, hajm roulbat, le yaourt. Donc, on a dit la levure. Donc, on a dit la levure. Comme vous voyez. Voilà. On a dit la levure. Hadi, on a dit la دونك غادي نزيدها والياغورت غادي نخليه هو التالي اللي نديره دونك ونغربلهم وندير هنا ندير على 3 مرات ندير الاولى وعندي هذه تاعي باش نعاود نلونجيهم كما راكم تشوفوا ولا ديروه بالضراب الكهربائي غادي نديرها غير هكا راكم تشوفوا غادي نزيدها نسيي نديرها على 3 مرات جيساي دو لو ميتر سور 3 فوا دونك جيساي دو ميلونجي بيان كوم يل فو ونخلطو غير الغاية حتى يتجانس معنا هذا الخليط على البنات باش هكا تشوفوا يعني غوسات سهله مهله توجدوها فوق تقصير ديروها الكاطو الكوتي لولادكم ولا ديروها هكا مع صباح الله باش تكوتيو بها
فوالا الخليط غادي يجي شويه عقد، يعني ما تخافوش منها الا جاكم شويه عقد. فوالا زيدو هذه الثالثه، كما راكم تشوفوا البنات شوفوا كيفاش غادي يجي معنا العقد. فوالا هنايا عاده غادي نزيدو لا يخت بنسمه، سمحوا لي البنات، هنا غادي نزيدو لا يخت تاعنا بنسمه الفاني. فوالا فوالا هكا البنات، وهنا غادي نخدم بنهاد هكا نتجانسو لي غير على المقادير. فوالا البنات كما راكم تشوفوا حصلت على الخليط، هذا هو الخليط، يجي شويه عاقد بصح معليش، هو جوستمون يفو كيجي كيما هكا كيما راكم تشوفوا، يعني ماشي خفيف 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 وماشي ثقيل ثقيل بزاف. وهنا البنات اش غادي نديرو، غادي نقلبو المول تاعنا لي كوب كيك. هنا هنا هما دول البنات كيما راكم تشوفوا فيهم، انا درت فيهم هادو تاع لي بتي مادلين يجو كيما هكا. انا عندي هاد المول درت فيهم الاوراق تاعي، جي بريباري المول وغادي نبدا نحط فيهم. درك هنا نجيب مغرف كبيره على الدقه كيما هادي ونبدا نعمر، وما نعمرهمش بزاف باسكو غادي يعاودوا يخمروا لي. فوالا فوالا البنات شوفوا هنا غادي نجبد غرف باش نبدا نخاوليهم هاد لاير، نبدا نحط فوق خشب هنا. فوالا البنات ونعمر القوالب تاعي. دونك هنا غادي نعمر القوالب تاعي، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله نقولكم كيفاش غادي نطيبوه. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هنا راني عمرت القوالب تاعي، هنا غادي نعمرهم بلي بيبيتو شوكولا. دونك الا ما كانش عندكم لي بيبيتو شوكولا او بوفي فير نيمبورت كوا، يعني ديروا فيها شويه سوا تخلوهم ناتشور سوا ديروا فيهم رقائق اللوز اللي بغيتو ديروا فيهم. انا غادي نديركم هنا بالشوكولا. دونك كوم جو زافي دي او بوفي فير تو سكو فو فولي، vous pouvez mettre le chocolat, vous pouvez mettre deux morceaux de chocolat normal, vous savez le chocolat tablette, vous prenez des petits morceaux ou vous le mettez en haut, ou bien vous mettez des de sucre, ou bien le filet d'amande, comme vous voulez. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout dire au raquet à l'eau, vous pouvez tout dire au chocolat, vous pouvez tout dire au cacao, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dire au hamel fou, vous pouvez tout faire au naturel, tout faire au naturel, yani. لكم الاختيار. وهنا البنات السر في هاد لي كوب كيك خصهم يريحوا. دونك كيما راكم تشوفوا البنات هنا وجدتهم، هنا غادي ندخلهم على الفريجيدان ونخليهم يريحوا او موان 30 مينوت عاده باش نطيبهم. ولا ما بغيتوش ديرهم في الفريجيدان ديرهم في لا كونجيلاتور، تحلي الكونجيلاتور دخليهم بوندون ما با 10 مينوت، 10 مينوت كي تخرجي من الكونجيلاتور ديريه ديريكتومون يطيبوا. انا غادي نخليهم يريحوا ونعاود نطيبهم من بعد ونقول لكم كيفاش طيبوهم على اي على اي مستوى تاع درجه اللي طيبوا فيهم. تلاقوا من بعد البنات. كما راكم تشوفوا البنات شوفوا راهم هنايا، دخلتهم انا في الكونجيلاتور خليتهم يريحوا لمده 10 دقائق وراني خرجتهم، ودروك غادي نوريكم كيفاش غادي نشعل عليهم الغاز. دونك هنا عندي الفرن تاعي غادي نشعله، مش عارفه راكم تشوفوا ولا لا. فوالا عندي الغاز تاعي غادي نشعله، فوالا غادي نشعله كيما هكا مروحه ومن تحت. دونك مانيش عارفه لا هيتبان لكم، فوالا مروحه ومن تحت، وغادي نديرها على درجه الحراره 200 لمده 200 لمده 20 دقيقه. دونك غادي نحل الفور تاعي، الفور تاعي يكون شويه دافي، كنت شعلته قبيله تعاود طفيت عليه وهنايا، ونخليهم لمده كما راكم تشوفوا مده 20 دقيقه من عندهم غير من المروحه ومن تحت، ونتلاقوا ان شاء الله من بعد ونوريكم كيفاش يجيو.
فوالا البنات كما راكم تشوفوا الميكاب كاي تاعنا راهم واجدين. فوالا ان شاء الله يكونوا عجبوكم. شوفوا سون فريمون موالو ورطبين او هشاش. غادي نحط وحده معكم بحال هادي ونوريلكم كيفاش يجو خفيف مع دحامي البنات. نوريكم شوفوا جربوا الوصفه البنات راكم تشوفوها الوصفه سهله ما فيهاش بزاف تاع لي زانغغيديون. جربوها البنات وتشوفوا خليتهم كما قلت لكم كما راكم تشوفوا البنات شوفوا طايبين بيان كوم الفو. وها هي الهشاشه شوفوا كيجو شوفوا كيجو خفاف. ان شاء الله ربي تجربوا هذه الوصفه وتخلوها لي ان شاء الله في التعاليق نقول لكم على خير ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه واحده اخرى. نوبلي با ما تنساوش البنات باش بارطاجيوها وما تنساوش الا ما كنتوش انكور ابوني ابوناو في لاشين ولايكيوها ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه واحده اخرى دون لو جاردان دو تيتا. سلام البنات باي باي.